تكلم نادر عالم الدين وتتأكد من المعلومات اللي هو بيقولها، ولو صح عايزك تخلص انت كل حاجة. ماشي؟ ايه ده؟ وانا من امتى باكل عليك فلوس؟ الله جرى ايه؟ وبعدين اديني جايب لك شغلانة جديدة بفلوس جديدة، ما تهدى. وعايزك في حاجة تانية، عايزك تشوف لي الدنيا بتاعت ابو طالب وهايدي ونجوان بيعملوا ايه، بيتصرفوا ازاي، بيروحوا فين. مش عايزك كعبل في اي حد فيهم لما اجي مصر حتى ولو صدفه. ماشي؟ انا كان مالي ومال الشحطات السوداء اللي انا فيها دي؟ يعني كان لازم اعمل في امها جدعه؟ اخرب بيتك اجل على بيت اليوم اللي شفتك فيه. يا ربنا. الو؟ الو. ايوه يا ديما، ازيك؟ عامله ايه؟ اهلين. ايه مال صوتك؟ معلش كنت نايمه. انا اسف جدا ان انا اتصلت بيكي في وقت زي ده، بس في الحقيقه انا بحاول اكلمك كتير جدا من ساعه ما سافرتي وانا مش عارفه اوصل لك. معلش كتير زحمه الوقت. بقولك ايه يا ديما، انت عملت ايه في المشروع بتاعك؟ خلصتي؟ مو بشكل نهائي بس عوشك. طب انا في حاجه كده بقالي فتره بفكر فيها بصراحه. كلامك كل اللي انت اتكلمتي فيه عن مشروع وعن مصر شغل دماغي جدا، وانا حابب ارجع بلدي واشتغل فيها تاني، فايه رايك اشاركك في المشروع بتاعك؟ منيح، كتير منيح. طيب لو انت موضوع التوقيعات والاتفاقيات ده لسه ما خلصتيش فيها، استنيني شويه كده لغايه ما اجي. مو بعتقد بقدر، انا ملتزمه بمواعيد. أنا مش طالب منك كتير، يعني أنت بس استني شوية صغيرين وأنا هكون جايلك في أسرع وقت ممكن. بشوف، الله بيسهل. عظيم. طيب أنا مش عايز أعطلك، يعني لو الموضوع متيسر كملي فيه، وأنا لما هرجع لك إن شاء الله مش هسيبك. هشاركك يعني هشاركك. الله بيسهل. سلام. سلام. الله ياخدك يا بعيد. الحمد لله على السلامة يا نادر، أنت مش متخيل أنا اطمنت قد إيه لما شفتك دلوقتي. إزيك أنت يا هايدي؟ عايزك تطمني، كل حاجة ماشية تمام زي الفل والحمد لله. يا رب، ربنا يسمع منك. إن شاء الله. مبروك يا بطل، ولا أقول لك نص بطل لحد ما تجيب البراءة. جاية إن شاء الله يا أبو طالب بيه. أنا سبت مروان الأيام اللي فاتت بيجهز كل إجراءاته علشان يرجع من غير ما يتقبض عليه. طبعًا بعد ما يسدد الفلوس اللي عليه للبنك، فكل حاجة جاهزة، عايزك تطمن. قولوا لي ديما قصدي كوريا فين؟ المهم احكي لي دلوقتي حصل معاك ايه بالتفصيل. هحكي لك بعدين يا هايدي، انا مكلم كوريا من اتينا علشان تجهز، لازم اسلمها للفندق بنفسي. انت عارفه مروان ممكن يسال عليها، وبعدين انا حجز لها بتاريخ قديم علشان انتوا عارفين مروان ده مش سهل، لازم كل حاجه تبقى سليمه معاه. قولوا لي بقى راحت فين هي؟ اهي يلا اخوك. واو. اقول مدام ديما وحشتيني. ايوه خد دي ما زفت هان، امتى بقى ربنا يتوب علينا من شغل الفنادق ده؟ تعالي يا حبيبي تعالي. هو ده حجر انكل، تعالي شوف ابوك. بس بقى يا بابي خلاص يا ديما هانت. حتى انت كمان ماشي، انا حق علي. يا ديما قصدي يا كوريا، يلا بينا بسرعه، انا حجزت لك سويت باسمك وبتاريخ قديم عشان تبقي واخده بالك. اوكي يلا بسرعه عشان عندي مشوار بعد كده مهم جدا لازم اعمله. يلا اخوي استعنا على الشاه بالله. يلا سلام. علي النعمة سيدة الجماهير الأولى وسيدة مصر والكسر. فاكرة يا بهدورة؟ فاكرة لما كنت بقولك نفسي بقى أكبر كواد في الوطن العربي؟ وهو الحلم بدأ يتحقق، ده دلوقتي عايزين يكرموني. إيه رأيك؟ الدنيا حلوة وهتحلو معانا. أنت اللي طلعت بتفهم فيهم يا منايل، عيبك بس إنك واطي وملكش عزيز. أنا؟ ده أنا مفيش أحن مني. بقولك إيه؟ أوعي تنسي إن الطاعون ده مش مجرد اسم، اسلوب حياه. اتفضل يا شيخ جاسم، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل. عليا النعمه انت انضف حاجه حصلت في تاريخ الكباريه ده. اتفضل يا باشا، اتفضل. الله يخليك، ده من ذوقك. يلا اتفضل. اتفضل يا باشا. شكرا. اتفضل. شكرا يا استاذ ابراهيم. شكرا. ترابيزه في المكان. يا سلام. على البحر عادل. اتفضل. نسيت اقول لك ان الواد هيما رجع وشكله هبر هبره حلوه. نسيت. ومين اللي معاه ده؟ ده شكله كده ولي النعم. ثواني ورجعلك.
بص شفت الليونه يا عيني برنس الانس والجنس يا كباكي القلب. ازيك يا طاعون؟ الحمد لله على السلامه يا عسل. الله يسلمك، عامل ايه؟ الحمد لله. اصل انا هنا مسيطر قوي. طبعا ضيوف هيما هم ضيوف مصر. اهلا بسعادتنا. الله يخليك، نورتونا. شكرا. يا ستهم مش هتقومي ترحبي بالزباين؟ انا اقوم لدول؟ لا بقول لك ايه، اكل العيش ولقمته مالهمش دعوه بالحساسيات اللي بينك وبين ايه، بين هيما. خلاص، وبعد كده الكواد ده مسؤوليه، ما دام انا الكواد يبقى تسمعي كلامي. قوم يا ستو، انا دلعي الناس. انت شايف كده؟ انا مش شايف غير كده. يلا بتدلع بقى، ودي له بقى الشفه الحلوه. ايه ده؟ ايه الجو؟ هتلاقيه في اليونان. اهلا اهلا يا كبداكي. اهلا، نورت مطرحك يا اخويا. اهلا يا باشا. هذا نورك. ايه النور ده كله؟ ست ناني دي بقى يا باشا اجدع من هزتهم في الوطن العربي. لا وعشت عمر كمان. واحنا محظوظين، الله محظوظين اذا الست نانا تورينا رقص الراقي. طبعا يا ريت يا ريت والله كان ينفع، بس جوزي الشيخ علوان محرج عليا خالص ارقص لحد غيره، بس بيغير عليا قوي. محظوظ الشيخ علوان، صدقني محظوظ. طبعا طبعا يا باشا. اتفضلوا واقفين ليه؟ اتفضل. اهلا 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 يا اهلا يا اهلا اهلا يا ده تاري البضاعه اللي الواحد بيرميها وراه بيجي غيره ويشيلها ويدفع فيها فلوس كمان. اعمل قلب والنظر اللي يرفس النعمة يا كبداكي. وانا عملت كل ده عشان اقول لك انك لا مؤاخذة. لا مؤاخذتك معاك يا حبيبي. معلش بقى، حوارات قديمة بقى وحفر متفتحة. بس يلا افتح الهويس وارمي في الكيس. خد ياض يا علي. كبداكي انت جبار، بذمتي انت جبار. انا بحبك وانا بموت فيك. وكتاب الله بحبك. نادر وانتي كمان وحشتيني موت حبيبي. اخبارك ايه؟ الحمد لله، ربنا يخليك ليا يا نادر. شفت انا بنت شطوره ازاي وبقيت انسانه جديده، ونجحت في امتحان الفتره اللي فاتت بمجموع 100%. حضرتك بقى عملت ايه؟ ما حصلتش حتى ال 50%، بس لسه ما خلصتش. بليد طول عمري اشطر منك على فكره. بعمل بقى، دي حاجه تفرحني ما تضايقنيش. طب يلا بقى نمشي من هنا، عندي حاجات كتير قوي عايزه احكيها لك. يلا بينا. الحمد لله على السلامة. صباح الخير. صباح النور. كنت عايز أسأل على نزيلة اسمها ديما عباس. ثانية واحدة. مظبوط يا فندم، في نزيلة بالاسم ده. مظبوط. طيب عظيم، ممكن أخد سويت في نفس الدور؟ ألف مبروك يا هايدي، خلاص عملنا محضر تصالح مع البنك وطلبنا فتح القضية من الأول بعد ما روان مرجع 25 مليون دولار. فاضل شوية إجراءات بسيطة جدا وهتاخدي البراءة إن شاء الله. ألف مبروك يا هايدي يا حبيبتي. أنتوا بتهزروا صح؟ أنا مش قادرة أصدق اللي أنتوا بتقولوه. والله العظيم بتكلم بجد، مش هزار. هايدي رجعت لينا، مصر اليوم في عيد. طب علاء فين؟ مش هو كان معاكم؟ علاء كان جاي، بس جاله إخبار إن في 3 جرائم قتل مع بعض. رزقه فرح جري راح بقى وجاي بعد كده على طول. يا جماعة أنا مش قادرة أصدق، أنا مش قادرة أستوعب. يعني أنا دلوقتي بريئة يا بابي مش كده؟ طبعا روحي بريئة، مليون بريئة كمان. حبيبي ألف مبروك. الحمد لله. بذمتك ما وحشتكيش؟ أكيد أكيد. ها عملتي إيه مع عماد؟ اشتريتي الأرض؟ لا، كنسلت الموضوع كله. ليه كده؟ أنت كنت صح، المناخ بمصر مو مناسب للاستثمار، والأرض يلي عماد اختار لي إياها فيها كتير عيوب وكتير غالية. بنفس المبلغ بشتغل بتايلند، بربح أكتر بكتير. يا ديما، طب ما أنا قلتلك كده يا ديما. أنا مش قلت كده؟ أنا ما بعطي عقلي لحدا، أنا ما خسرت شي، شفت بعيوني وقررت. وبعدين أنا كتير كان نفسي أزور مصر، فبعتبر الرحلة كانت سياحة. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني برجع حالياً على البرازيل، بس عندي آخر شغلة بكرة. في ناس عرضوا علي أدخل بمصنع، رح شوفه بس لأني اعطيته الموعد، لكن بكل الأحوال ما بدخل فيه. لا 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 لا، انسي بقى خالص المواضيع دي، انسيها خالص، وأجلي سفرك وانسي موضوع المصنع وكل الكلام اللي ملوش لازمة ده. انت هتستثمري معايا في الميديا، أنا عندي مشروع مجهزه وعامل دراسة جدوى رائعة لمجموعة قنوات فضائية هتكسر الدنيا. 5 سنين وهتسترد راس المال، وبعد كده هتكسبي، بس هتكسبي ذهب.
والله فكرة كتير منيحة، يا ريت تشرح لي إياها أكتر. أنا أشرحها لك، بس هشرح لك حاجة تانية الأول. يعني لحد تاني نشوف الموضوع اللي أنا أقوله لك من زاوية تانية يقوله لك. أنا أحسن أشرح لك من زاويتي. تفضل. أنا هربت من مصر بسبب قضية نصب واستيلاء على المال العام. يا ربي. أنا جالك النهاردة نجم مصر عشان أنا فتحت محل قد اللي بعته النوال 3 مرات، وحاجة إيه بقى؟ آخر فخفخينة ومنجاها وشهيصة، 7 نجوم وحياتك. آه، أنت عامل زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. هو أنت